أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھئے سورہ عبس مکی ہے، اس میں جو ہے ایک رکوع اور آیتیں جو ہے 42 ہیں، ٹھیک ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ان شاء اللہ کیسے بھی ہماری کلاس جو ہے ایک ہفتے کے بعد ہو رہی نا، اور ایک سورہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورۃ التکویر جو ہے مکی ہے، اس میں ایک رکوع اور 29 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کفرت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زفجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجبار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بغنين وما هو بقول شيطان رجيم
فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. चलिए सुनाइए कोई. दस दस आयतें ले लीजिए, जो भी सुनाएंगे दस दस आयतें सुनाइए. पहले के 5 आयतें ना. कितने 9 या 10 जने ज्वाइन हुए हैं ना, उस हिसाब से 10 ले लीजिए, 10 सुनाइए. जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. تشديد هنا وهاه بي مريم جي. أو يذكروا فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما ما جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تلهى فأنت عنه تلهى. مام میں پڑھو کیا مام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. سين کو دو بار پڑھیں گے, تشدید ہے نا. ثم السبيل يسره ثم السبيل يسر. کوئی پڑھی اور اس کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اماته فاخبره ثم اذا شاء انشره. كلا لما يغزي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء ماء صبا ثم صبا. एक ही बार पढ़ेंगे, यहाँ पे मध्य है ना अलिफ के ऊपर. अन्ना सबबनल मा सबा, ऐसे अन्ना सबबनल मा सबा. सुम्मा शखफनल अर्दा शक्का अंबतना फीहा हप्पा व इम्बं व अजबा व जैतून व नखला وحدائق غلبا
وَفَاهِكَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ وَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ يَوْمَ يُفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقوها خطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. كوي دوسرا سنايا سورة التكوير جي مام ماشي نو نعم سنايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا الجبال وإذا النجوم قدرت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال سعرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النو हाँ नून को मिलाएंगे ना ताल से नून को मिलाएंगे. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. कोई पढ़ी और उसके बाद. जी मैं पढ़ रही. मैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما حضرت فلا أقسم بالجنات خواه وہاں پہ خواه نا بالخنس سین پڑھ رہے اس کو بالخنس فلا أقسم بالخنس خواه فلا أقسم بالخناس الجوار الخناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مقيم. ٹھیک ہے اس کے آگے پڑھیے کوئی میم. جی آیت نمبر 16 الجواری نہیں میم الجواری الکناس نہیں میم. جی ہاں وہاں پہ کیا ہے الف مدہ ہے زیادہ نہیں کھینچنا ہے وہاں پہ. فلا اقسم بالخنس اگر ہم رک رہے ہیں یہاں پہ تو خنس بولیں گے اگر ملا کے پڑھیں گے ہم بالخنس الجوار الکنس بس الف مدہ ہے زیادہ کھینچیں گے تو وہاں پہ مد ہو جائے گا.
नहीं रुक रुक की थी आयत है बोलते नहीं नहीं मद नहीं करे अच्छा मद करे आप वहां पे मद नहीं है ना अलिफ मद्दा है अलिफ यानी उर्फ मद्दा है ना थोड़ा सा खींचना है वहां पे मद के बराबर तीन अलिफ के बराबर हो गया जैसे जवारिल बोले ना इसलिए बोल रहे हो जवारिल कुन्नस थोड़ा सा खींचना है बस जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू بسم الله الرحمن الرحيم طائن ثم امين وما ساء کے اوپر دیکھیے کیا ہے زبر ہے پیش ہے مطائن ثم سارے نام ہیں مطائن ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بزنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ذكرى للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين باقی کے بچے ہیں وہ یہاں سے پڑھیے سورہ عبس سے السلام علیکم میم وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء نیکسٹ سورہ پڑھنا یہ والا پڑھتے ہیں آپ سورہ تکویر دو سورے پڑھے تھے میں ابھی سورہ عبس پڑھیں گے سورہ تکویر جی میم سورہ عبس پڑھتے ہاں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما ام استغنى فانت اسے بولیے سعید کو اما اما من استغنى منیس بنا وہاں پہ کچھ غنہ نہیں کرنا ہے ہم کو وہاں پہ نون سے سین کو پڑھیں گے ہم اما من استغنى اما من استغنى فَأَمْتَ لَهُ تَصُدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا اَذَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَمْتَ أَمْهُ تَلَحَّى اس سے پڑھئے اس آیت کو فَأَمْتَ فَأَمْتَ أَنْهُ تَلَحَّى فَأَمْتَ بول رہے ہیں آپ فَأَمْتَ بول رہے ہیں انت میم گنا نہیں ہوگا گنا ہوگا وہاں پہ اظہار میم ان انہو جی یہاں پہ بولیے فانت میں فانت میں اخفا ہوگا جی ہاں نون ساکن کے بعد تا ہے نا فانت عنہو عین کی آواز میں نکالیں گے ہم عنہو تلہا ٹھیک ہے آگے کوئی پڑھیے وہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیے کل انھا تذکرہ پڑھ لینا جب ہم قرآن پڑھیں گے تو تعوذ تسمیہ بہت ضروری ہمارے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انھا تذکرہ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiraman barara qutilal insanu ma akfara miu ayin shay miu nahi bolenge na hum nun sakin ke baad huruf halqi mein se hamza hai wahan pe min ay ki min ayin shay'in khalaqa min nutfati nutfa khalaqahu faqaddara summa sabila yasara ke yahan pe jo hai mim se sin ko milaiye summa sabila ji ha summa sabila yasara ji theek hai koi aur padhiye assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّةً ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّةً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّةً وَإِنَبًا وَقَزْبًا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ما تألكم ولأنعامكم اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہو رہا بولیے تھوڑا اظہار ہو رہا ہے جی ہاں اظہار کا مطلب ہے ہم ظاہری کریں گے وہاں پہ اخفا اگر غنہ کریں گے تو مطلب بگڑ جائیں گا وہاں پہ متاع لکم ولأنعامکم ان اگر ہم بولیں گے تو وہاں پہ اخفا ہو رہا اگر زیادہ بولیں گے تو غنہ ہو جائے گا جو کہ وہ نہیں ہے نا وہاں پہ اظہار ہے متاع لکم ولأنعامکم ٹھیک ہے جی بولیے بولیے شاید کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم متاع لکم ولأنعامکم فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة دیکھیے سبھی کے لیے بول رہی میں کہ را کے اوپر زبر پیش رہا تو ہم ہر ہمیشہ را کو پر پڑیں گے جیسے یہاں کی دو تین آیتیں دیکھیے واقعہ تم مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ایسا پڑھیں گے را کو پر پڑھیں گے تو اس میں تجوید بھی ظاہر ہو رہی ہے ہماری ٹھیک ہے ترحقہا اب یہاں پہ تر ایسا بولیں گے تو وہاں پہ کیا ہو جا رہا باریک ہو جا رہا ترحقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة ایسے کر کے ٹھیک ہے اور کوئی ہے پڑھنے والے سنائیے سورۃ التکفیر سنائیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کویرت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار اطیلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زویزت واذا المعودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت سعرت واذا الجنة أزلفت واذا علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكناس الجوار الكناس والليل إذا أسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے اس کے آگے کوئی پڑھ رہے ہیں؟ اچھا پڑھیں گے آپ بھی پڑھیں گے جی. کوئی ہے اور باقی ہے کوئی پڑھنے والے؟ جی میم ہم پڑھنا ہے. ہاں پڑھیے. السلام علیکم. پڑھیے جہاں پہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي قوة عند ذي العرش مكين. نہیں کریں گے تنظیم کے بعد عین ہے. یہاں پہ عندہ میں جو آپ کر رہے برابر ہے اخفاء ہو رہا, لیکن یہاں پہ اظہار ہے اظہار ہو رہا. جی ماں ذی قوت ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. را ہے نا, را کو موٹا پڑھیں گے. ابھی بھی را کے اوپر زبر پیش رہا تو ہمیشہ را موٹا ہی پڑھیں گے. ولقد رآہ. جی میم ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بظانین وما هو بقول شیطان الرجیم. نون سے را کو پڑھے. ہم یربلون میں سے بتائی تھی نا میں آپ کو قاعدے کہ تنوین کے بعد جو ہے را اور لام آیا تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے بغیر غنا کے پڑھیں گے. جیسے نارمل ہم اظہار میں کیسے فَأَيْنَا تَذْهَبُونَ
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह. और कोई है? जी मैम. जी नहीं पढ़े आप? नहीं मैम. सुनाइए सूरह आबस पढ़िए. जी मैम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. यहाँ पे फ़ाता में इख़फ़ा बराबर है, यहाँ पे अनहु में इज़हार हो रहा. फ़ाता अनहु तलहा. फ़ाता अनहु तलहा. कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहरा बिअयदी सफ़रा كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأني يغني وجوهي يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اور کوئی ہے سنانے؟ جی میم ہم ہیں بنظیر. چلیے الحمدللہ آپ جوائن ہو گئے. جی پھر تکبیر پڑھیں گے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت
ख्याल से सीधा जो है शीन को मिलाएंगे हम, वहां पे अलिफ नहीं पढ़ेंगे, वहां पे कौन सा कायदा हो रहा, हुरूफ शम्सी जी, हुरूफ शम्सी जी जी, इज़ाश्शम्सु जी, इज़ाश्शम्सु कव्विरत 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 वइज़न नुजूमुन कदरत वइज़ल जिबालु सुय्यिरत वइज़ल इशारु उत्तियत उत्तिलत वइज़ल वुहूशु वुहूशु हुशिरत وإذا الجبار سجرت بحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كسرت وإذا الجحيم كسرت كسرت وإذا السماء كشطت كسرت سايس جي جي كسيت وإذا السماء كسدت وإذا الجحيم سيرت وإذا الجنات أزلفت جي سعيرت وإذا الجنات أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي قوة عند ذي العرش عرش مكين مطاع ثم أمين ثم أمين ساكي اوپر زبر ہے وہاں پہ جی جی ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رعاه بال أفق المبين وما هو على الغيب بذنبه بزنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اور کوئی ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام